اللي عندهم ثروات الطفارة ما أحبهم. أصدقائي من رجال الأعمال تدري كم قيمتهم؟ 150 مليار. 150 مليار. نواف تعليقك؟ شوف محمد الدرعيم اللي يعرفه شخصيا ترى إنسان خفيف الظل، علاقاته حلوة، شخصيته حلوة، ترى هو يعني هو قاعد يستهبل، هي طريقته كذا. حتى كان يعني انشهر بحركة إنه كم ثروتك، يسأل التجار رجال أعمال كم ثروتك. مخاويك هو؟ للأسف حساب البنكي ما يسمح الآن. هذا اللي كنت بوصل له علشان نضبط علاقاتنا، لكن مالك قريبا إن شاء الله. رشا تعليقك قبل ما نشوف التعليقات اللي الناس كتبتها على السوشيال ميديا. يعني شوف أنا أتفهم إنه أنت يمكن هذا هو المحتوى اللي أنت انشهرت فيه، ويمكن أنت شايفها من باب إنه أنت ناجح، فأنا بصادق ناجح وبصير زيه ناجح. أحس يعني غلف الكلام شوي وقول إنه أنا أبغى أجلس مع ناس سعيدة، ناس ناجحة، يعني مو حلو نقول إنه أنا جالس مع ناس عشان كمان في نفس المقطع احنا شفنا جزئية ان هو قال سمى ابنائه الثلاثة على اسماء تجار، فسأله المذيع قال له هل اخذت مقابل على هذا الموضوع؟ فرد عليه قال له اكيد ما حاج الا يبي مغفرة. طب اوكي موضوع اكيد يا بالسماوة، طبعا يا عبد المحسن السماوة موجودة من زمان بس انا اعملها محبة فيك. ايه هو قال لك اياها بصريح العبارة، هو قالها بالفعل، هو صريح بزيادة، هو صريح انه ايه انا اوكي يمكن يحبهم، يمكن يبغى عياله يطلعون زيهم، بس كمان ابغى مقابل بالنهاية سميت على نفسي. انا متأكد اني يحبهم، ترى كل الاسماء اللي ذكرهم ترى معروفين وترى رجال واصحاب خير. ابغى اعلق على محمد الدرعي مرة ثانية، اكيد يحبهم كلنا نحبهم. بس بالاخير يعني صراحتك الزايدة هذه تخليك تطلع وكأنه أنت تدور المال فقط. والله لا، أنا أرجع أقول لك أنا أعرف محمد الدرعيم شخصياً، ترى يمزح وهذه طريقته. وأبغى أرجع كمان أعلق على تعليقه لما قال أنا ما أحب الطفارة. أنا أجزم وأحلف إنه ترى يمزح بالكلمة ذي، ما يقصد فيها كذا، وترى الرجل يعني هو ما يظهر. طب دفاعكم عنه اليوم لا مو دفاع، غريب صراحة. لا مو غريب، لأنه وجهة نظر الناس في السوشيال ميديا عكس ذلك.